اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مره اخرى بنعود لحضراتكم ومره اخرى برحب بكم. احنا كلامنا دلوقتي هيكون عن موسم خلص اوشك على الانتهاء، وهو الموسم الصيفي بكل الزراعات اللي كانت موجوده فيه. ايضا عندنا يعني حاجه احنا عايزين نرصدها دلوقتي، كان لدينا مخصص لزراعه الارز تقريبا 1,000,000 فدان. هذا المخصص او هذه المساحه تقلصت ل 700,000 فدان فقط. ده تأثيره إيه على الخريطة الصنفية ذات نفسها للمحاصيل الزراعية؟ الأمور مشيت إزاي؟ والنتيجة بقى إحنا عايزين نعرف دلوقتي ملخص النتائج لكل المحاصيل اللي تم زراعتها خلال هذا الفصل، ومشاكل أخرى متعلقة بالأسمدة وعملية الضبط لسير النمط الزراعي. كل ده هنعرفه من ضيفنا الكريم اللي مشرفنا دلوقتي في استوديو الحصاد، هو الدكتور محمد يوسف، الأستاذ بمركز البحوث، أستاذ قسم محاصيل القمح بمعهد المحاصيل، أيضا كمان رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة. برحب بحضرتك يا فندم. مبدئيا احنا عايزين نعرف، يعني خلاص احنا قارب الفصل، فصل الصيف او هذا الموسم الصيفي قارب على الانتهاء، لكن تلخيص ما تم خلال هذا الفصل من محاصيل والامور اللي كانت متعلقه الانتاج والحصاد وما الى ذلك، دي كلها من الاخبار اللي احنا عايزين نعرفها من حضرتك، وتطمنا ايضا كمان على هذه الامور بما فيها يعني مساحات اللي كانت مخصصة لكل محصول، يعني الأمر كان ماشي إزاي؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة طيبين، والسادة المشاهدين والسادة المزارعين والمهتمين بالزراعة على مستوى الجمهورية، والسادة المسؤولين والسادة الإعلاميين، وكل عام وأنتم بخير. الموسم الحمد لله يعني أوشك على الانتهاء الأخير. الموسم اي نعم مساحه الارز تقلصت بالقرار الوزاري معالي وزير الري، لكن تعوضناه بزياده مساحه الذره الشاميه لقرابه على 3,000,000 فدان ذره زرع هذا الموسم، ما يناهز 1,000,000 ذره صفراء وحوالي 1,800,000 ذره بيضاء. طبعا الذره لها اهميه في الاعلاف، يعني تدخل في صناعه الاعلاف كذره حبوب، ممكن تدخل في صناعه العلف كسلاج، لها اهميه في ممكن تضاف على تعمل منها دقيق، يعني لها عده استخدامات على راسها اللي هو توفير العلف للدواجن او للانتاج الحيواني، فلها اهميه عظمى. يعني مساحة الرز برضو يعني الحمد لله يعني قاربت على 900,000 فدان، يعني بنسبة برضو لا يستهان بها، حوالي 860,000 فدان تقريبا، يعني تدقيق للرقم. كان عندنا القطن، وكان زيادة عظيمة جدا لتنفيذ برضو السياسات الزراعية الناجحة في مصر. يعني كنا دخلنا دلوقتي حاليا عندنا 336,000 فدان، الرقم ده كبير لان الرقم ده زاد 50%، كل فدانين السنه اللي فاتت زودنا عليهم فدان، السنه دي عندنا 50% زياده في المساحه. الانتاجيه مبشره لان احنا ابتدينا الموسم الجاني لنا فتره، فالوضع مطمئن. بدينا برضو الرز برضو في حصاد، برضو في الوضع حلو والانتاجيه حلوه، وعندنا لجان مروريه اسبوعيه بتتابع، ويوميا فيه مهندس مرور في كل محافظه طالع من الوزاره بتكليف من معالي الوزير بمتابعه المحاصيل ومتابعه الجمعيات ومتابعه الاسمده، والامور الحمد لله تحت السيطره ان شاء الله. ان شاء الله. طيب دكتور محمد، لو جينا بصينا كده على الخريطه الصنفيه، هل هناك جدوى من وجودها ولا ممكن الاستغناء عنها وزراعه بشكل عشوائي؟ يعني اهميه وجود خريطه بهذا الشكل. الخريطه ان انا اعرف مثلا التركيب المحصولي بتاع السنه الزراعيه اللي هي 2018-2019، الموسم الشتوي القادم والموسم الصيفي التالي ان شاء الله، ده بيخليني احدد حاجات كثيره جدا. نعم. مستلزمات الانتاج، يعني برضه بحسب انا عايز تقاوي وعايزها امتى وعايزها فين، والاصناف عندي سياسه صنفيه، زي مثلا محصول القمح، محصول القمح انا بزرع منه حوالي 3,300,000 تقريبا، ده اللي هو في الحدود، يعني السنه دي كان عندنا 3,156,000
فدان قمح. المساحة دي هتحتاج كمية تقاوي مهولة، يعني حوالي 2 مليون 2 مليون ونص شكارة تقاوي لازم يبقى جاهزة. فعندنا الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي عليها دور عظيم في إنها تجهز الكميات اللي إيه المنوطة بيها. ويبقى احنا عارفين ان المحافظه الفلانيه، المحافظه مثلا محافظه كفر الشيخ، محافظه المنيا، محافظه اسيوط، المحافظه دي عايزه قد ايه، عشان هو برضو لما يبقى عنده السياسه دي واضحه عنده بيعرف ينزل التقاوي يوزعها ازاي. هيزرعها في الاساس، يعني التقاوي برضو مش هيزرعها في حته معينه وبعد كده يرجع يوزعها. عنده خريطه مثلا، هيزرع صنف الفلاني في المنطقه الفلانيه عشان هتوزع في الحته دي، وهتوزع في المنطقه هنا، منطقه مثلا المحافظه دي ومحافظه دي. يبقى الامور برضو اقتصاديه في تكلفه الانتاج، وفي نفس الوقت يبقى عنده عارف الدنيا واضحه عنده كميه كميات التقاوي اللي عايزها. طبعا القمح، الرز، الشامي برضو، كل حاجه دي تبقى نفس القصه في ايه زي مستلزم واحد اللي هو انتاج التقاوي. الحاجه الثانيه الاسمده. نعم. ابقى عارف بالظبط انا عايز قد ايه في الموسم الشتوي، وعايز قد ايه اسمده في الموسم الصيفي ككميه توتال كاجمالي للجمهوريه كلها. بقسمها على الشهور، عارف كل شهر هسحب كام من المصانع. ببقى عارف المحافظات، في محافظات مثلا 80,000 طن يكفيها، في محافظات مثلا 150,000 طن يكفيها. فبقى لازم ابقى عارف، يعني في محافظه بتاخد قد محافظتين. ببقى عارف وببقى موزع النسب بتاعتها والجمعيات، ببقى عارف الجمعيه دي هيكفيها مثلا 5 جرارات مثلا، الجرار تقريبا 50 طن، ببقى عارف ده الجمعيه دي عايزه 5، الجمعيه دي عايزه 4، الجمعيه دي عايزه 30 جرار، هوزعهم ازاي. يبقى في سلاسه في الايه في الخطة. هي كل محافظة بتختلف في المقنن بتاعها بتاع الأسمدة، على اعتبار أن الأراضي الزراعية فيها أكبر ولا على المنتج الزراعي في حد ذاته؟ يعني ممكن يكون القمح مثلا بياخد أكتر من القطن مثلا، يعني الاعتبار هنا أو الارتكاز هنا على إيه؟ على أنهي أساس؟ هو المساحة لا نغفلها، يعني المساحة عامل مهم. بس الأهم من المساحة ما هو المحصول الذي يزرع على هذه المساحة. يعني مثلا البرسيم المصري بنزرع حوالي 1,400,000، يعني ما ينازل 1.5 مليون فدان في الموسم الشتوي. هذه المساحة جميعها لا تحمل وزارة الزراعة أي أسمدة، ما لهاش أسمدة بناء على قرار وزاري، ما لهاش، ما بتديش البرسيم أسمدة. لكن القمح بياخد فدان يا اما 3 يوريا يا اما 5 نترات، لان احنا بالفرق في الوضع القيمه الازوتيه. يعني مثلا شكاره اليوريا فيها 46% ازوت، شكاره النترات 33% ازوت. فهو النبات بيعتمد على الفايده من الموضوع نسبه الازوت اللي هي النيتروجين. فهو اذا كان هياخد 3 يوريا هيكفوا 3 يوريا. هياخد ما فيش غير نترات موجوده في المخازن بتاعت الجمعيه هيدوا له 5، ودي بتتحسب على نسبه ال 15.5%، لان القرار الوزاري بيحدد نسبه الوحدات اللي عايزها النبات بنسبه 15.5% ازوت. بنحسبها له على اليوريا ونحسبها له على الايه؟ على النترات. نعم. حضرتك فكرتني بحاجة مهمة، يعني احنا كان المفروض ان احنا بنزرع كل سنة تقريبا 1,000,000 فدان بالأرز، والمفروض ان احنا سمعنا ان هو تم تقليصه ل 700,000 فدان فقط. لكن من خلال كلام حضرتك ان لا، هناك مساحات زادت شوية، يعني او سمح يعني لتداخل، او ان المساحة تزيد تقريبا ل 860، مش كده يا فندم؟ تمام. طب ده على اعتبار ان ده شره يعني للميه وللزراعه في حد ذاتها. طب ما احنا عندنا البرسيم الحجازي، يعني احنا بنزرعه بطريقه مكثفه اكتر، يعني مش 1,000,000 فدان، ده 1,300,000 فدان، مش كده؟ لا، مش البرسيم حجازي. البرسيم عامه اصل في برسيم حجازي وفي برسيم مصري. البرسيم الحجازي، لكن البرسيم المصري مش بياخد ميه قوي زي الحجازي. الحجازي يفضل زراعته في الاماكن زي العوينات والاماكن الصحراويه، لان البرسيم الحجازي يا فندم معاملته معامله زي القصب كده في الايه؟ معمر. يعني يزرع 4 سنين 5 سنين، ما بيتعملش عمليه حرس وينتهي من التربه الا اذا وصل لحاله، يعني ما بقاش اقتصادي، زراعته بقت غير اقتصاديه. نعم.
لكن البرسيم اللي هو 1.5 مليون ده او 1.4 مليون وحوالي 50 ده برسيم مصري يتم زراعته موسم شتوي، يتزرع مع القمح ويتحصد مع القمح، يعني هو بيزرع في الشتاء. ده استهلاكه للمي اقل من الرز العادي. هو لا، هو الرز هو الرز الرز مشكلته انه بيبقى اتربي فيه سمك، يعني الميه اللي موجوده في الرز متخيله سمك عايش. ده الوضع الرز. لكن حاليا مركز البحوث الزراعيه بوجود كوكبة عظيمة من العلماء اللي موجودين في مركز البحوث، يعني إن شاء الله بإذن الله موضوع هيبقى الآم الرز هيروى كالقمح إن شاء الله. وده اللي هم داخلين عليه، اللي هو الرز اللي هو هيتروي عادي يعني زي القمح، هيتروي يعني الراية تخلص ويشيل المية وبعد مثلا كام يوم يروي تاني زيه زي القمح. ده اللي هي الايه المستهدف إن شاء الله في الفترة القادمة، اللي هو بالتكثيف يا فندم. لا يا فندم، ده هيبقى رز استنباط اصناف جديده من الرز تعامل معامله القمح. طبعا الرز الصيفي طبعا عمل في الميه، يعني يشرب زي القمح، ياخذ دريته وتترفع الميه عنه، يعني ما ينفعش نربي في اسماك هيبقى الارض جافه، يسموه الرز شبه جاف. فده هيوفر في الايه في الميه. بس لسه يعني الاصناف برضه لسه مطروحه يعني، وربنا يسهل ان شاء الله، وربنا يبارك في العلماء مركز البحوث لانهم احدثوا ثوره في الاصناف وفي انتاجيه الاصناف. يعني احنا مثلا القمح كان في مثلا في الثمانينات كان مثلا يعمل له 9 أرتب، خد بالك دلوقتي مثلا معدي 18 ومعدي 20. فمعنى كده ان الفدانين كانوا في الثمانينات او فدانين ونص في الثمانينات انتاجهم حاليا يوازي فدان واحد. فانا دلوقتي عملت اتجاهين، زودت المساحه. نعم. كانت عندي المساحه مثلا مليون ونص او داخل على 2 مليون، دلوقتي انا عندي قمح 3 مليون و 156 الف فدان. المساحه دي بالظبط كان الانتاجيه اللي انا هاخدها منها حاليا دلوقتي 3 مليون دولار كانت بتتاخد لو قررنا رجعنا لورا كان ممكن ناخدها من 7 مليون. لو نفس لولا وجود العلماء الافاضل واساتذتنا العظام في جميع الاقسام، قسم القمح، قسم الذره، قسم الشام، مش اقسام كثيره. الاقسام دي عملت زياده راسيه، يعني خلت الفدان بيجيب قد فدان ونص من زراعته بالاصناف القديمه. فدي يعني مركز البحوث الزراعيه يعني وجوده عمل توازن للزراعه المصريه. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني مركز لا يستهان به طبعا، وفيه علماء اجلاء طبعا، وفيه مجالات عظيمه جدا وفيه انجازات عظيمه جدا في جميع المجالات. ما اقدرش نقول تعين القمح بس او تعين الذره بس، لا، ده في مجالات عظيمه يعني علماء عظام يعني. نعم. هي احنا بنباهي بعلمائنا بمركز البحوث بالعالم الحقيقه، يعني احنا بنتفاخر بكل العلماء الموجودين في مركز البحوث قصاد العالم كله. إمكانيات ضئيلة ولكن عقول تستحق أنها تاخد التقدير الكبير الذي يليق بها الحقيقة. يا فندم إحنا بنتكلم على الواقع، يعني ما بنجملش. نعم. أنا أيوة أنا أستاذ في مركز البحوث ولي عظيم الشرف أن أنا أبقى أستاذ في مركز البحوث، وشيء يشرفني، وأن أنا أنتمي لمعهد عظيم زي معهد المحاصيل ده شيء يشرفني، وأنتمي لقسم بحوث القمح ده شيء يشرفني. لكن إحنا نتكلم على الواقع. عمل ايه اللي عمله قسم بحوث القمح؟ عمل نهضه زراعيه في القمح، كل الاصناف حديثه. عندنا حوالي في السياسه الصنفيه حوالي تقريبا 20 صنف متوزعين على مستوى الجمهوريه. يعني ايه؟ يعني عندك صنف بيحتل 400 الف فدان، صنف 50 الف فدان. ده يعني معناه ايه؟ معناه ان عندي اصناف تنفع للجنوب، تنفع للشمال، في اصناف تتحمل نسب الملوحه، في اصناف تتحمل نسبه الجفاف، في اصناف عريضه يعني تزرع جنوب وشمال، تزرع في الملح وتزرع في يعني عندي تنوع. طب ده معناه ايه برضه؟ لو سالنا اساتذتنا في معهد الامراض في اصابه بالاصداء، والاصداء دي ممكن تقضي على المحصول. معنى ان انا عندي 20 صنف، يعني لو لا قدر الله جت سلاله مرضيه جديده من صدى الاسود او صدى البرتقالي او الاصفر، عندي تنوع. يعني يوم ما يحصل حاجه تحصل في 50,000 فدان 60,000 فدان، لكن 3 مليون متحصنين. لكن ما عنديش صنف واحد بس، لو صنف واحد وحصل لا قدر الله شيء سيء والسلاله دي قدرت تكسر المقاومه بتاعت المحصول الصنف ده، يبقى ربنا يرحمنا يعني. عندنا بدائل ومرتكزين على اصناف كثيره قوي، فمش حاسين بخطر يعني. وعندنا يا فندم وعندنا سلالات جاهزه للدفع بها في يعني في اي وقت، يعني مش معنى ال 20 صنف دول موجودين وهم بيزرعوا في السوق،
عندنا اصناف موجوده ويتم بنطرحها تباعا، وعندنا ستوك عظيم جدا، مخزن عظيم جدا من السلالات واباء عظيم جدا، وعندنا علماء، وعندنا برنامج تربيه من اقوى البرامج في العالم. عندنا التهجين السنادي، عندنا هو القصه بتاعت التهجين والاصناف دي انا بعتبرها زي التعليم التربيه والتعليم والايه والجامعه. يعني عندي هجن زي الطفل في الحضانه، وعندي اباء، عندي اجيال زي اولى ثانيه ثالثه رابعه خمسه، وعندي ناس تخرجت ودخلت السوق زي الاصناف اللي بنزرعها حاليا، وعندي ناس في الجامعه سلالات موجوده في اي وقت ادفع بيها للمزارع، مش هتحتاج مني سنتين اكسار والثالثه هتبقى نزلت. فده اللي احنا بنقول ده العمل اللي على ارض الواقع اللي عمله هذا الدكتور، هذا الاستاذ، هذا العالم عمل هذا الشيء، عمل لي امان للزراعه. كذلك الزملاء في قسم الذره الشامي، الزملاء في البقوليات، الزملاء في الشعير، الزملاء في الزيتيه، الزملاء في المعاهد الاخرى. لا ننكر معهد الاراضي من المعاهد العظيمه جدا، معهد الصناعات، مع الانتاج الحيواني، صحه الحيوان. يعني لا، يعني مش عايز ننسى حد، يعني كلهم علماء. يعني الفكره ان فيه واقع بيقول العالم ده عمل كذا. مش عايز اقول ان انا مثلا ليا 30 بحث منشورين، ليا مش عارف ايه كذا منشور، لا. انت عملت ايه؟ ايه الاصناف اللي انت ساهمت بيها؟ احنا طبعا في قسم حوش القمح كمثال انا منتمي ليه، احنا كلنا شغلنا كله مع الصنف. زميلي في الوادي الجديد بيشتغل، زميلي في اسكندريه بيشتغل، زميلي في اسوان بيشتغل، لان احنا بعد ما الصنف يوصل للسلاله وبنبدا عايزين نجربه قبل ما نطرحه للسوق او قبل ما ياخد انه يتسمى صنف. بنزرعه في حوالي 40 موقع، نشوفه فشل يطلع يدخل غيره، نجح بعيد تكراره في اماكن ثانيه. يعني الصنف بياخد من ساعه ما هتجينه لحد ما سلمه للمزارع ما يزيد عن 15 عام من الشغل. طب انا احتاجت صنف بكره اقول لحضرتك استنيني 15 سنه؟ لا، ده انا عندي كل سنه بهجن جديد. وكل سنه بيطلع لي اصناف، بعمل جيل اول، عندي السنه دي جيل اول وجيل ثاني في نفس السنه، جيل سابع، جيل عاشر، وفي واحده بتقيم. عندي كل سنه تقييم وعندي كل سنه تهجين، السلسله عندي متواصله بفضل برضه القيادات والتوجيهات من معالي الوزير ومعالي رئيس المركز ومدير المعهد، رئيس القسم والزملاء كلهم، يعني واجتماعات متواصله كدراسه. ايام حقل يعني بنجوب الجمهوريه كلها. اتفضل. طيب دكتور محمد، كده احنا يمكن اتكلمنا عن بعض المحاصيل واديناها يعني براحه، يعني عرفنا وطمنا عليها. طب احنا عايزين نطمن على القطن. السنه دي الامور عامله ازاي والانتاجيه، يعني التفاصيل دي مهمه برضه. القطن طبعا من المحاصيل المهمه، والقطن اخذ الفتره اللي فاتت كده من حوالي كام سنه كده حصل له ركود، وكان الوضع وحصل خلط في الاصناف وحصلت حاجات مش كويسه. لكن بفضل وجود برضه علمائنا في معهد بحوث القطن، علماء اجلاء، ناس محترمين، طلعوا لنا الاصناف اللي هي 92 93 94 95 96. دي كلها طويله تيله يا فندم؟ كله طويله تيله. اصل النهارده في الجرايد القوميه كان في خبر منشور بانه هيسمح بزراعه القطن قصير التيله، لانه هو بيبقى اكثر تعدد في عمليه التصنيع للانسجه المختلفه زي الجينز والحاجات دي. هل ده يعني الخبر ده راي حضرتك في ايه؟ يعني الامر ده يعني هو سعادتك بالنسبه للقطن بالذات قبل ما بيجي نزرع الموسم بينزل قرار وزاري لمعالي، واسمه قرار وزاري قانوني لمعالي وزير الزراعه، بيحدد الصنف الرقم كذا مثلا قطن 94 مثلا هيتزرع في المحافظه الفلانيه في المركز الفلاني. يعني تحديدا الشرقيه تزرع ايه، صنف ايه. لو فيها صنفين يبقى الصنف ده في مراكز معينه وده في مراكز معينه. العمليه ما بتسابش وفي مراقبه صارمه. ولو صنف مزروع مخالف في المنطقه بيتم ازالته. بيتهيألي الامر دقيق قوي في محصول القطن بالذات. نعم. لانه محصول لو رجعنا للقطن، القطن خلطي. يعني غير القمح، القمح ذاتي. يا
يعني بالذات يعني ايه بيتم التهجين داخل الزهره وبيتم التهجين نسبه الخلط فيه تكاد تكون معدومه. لكن القطن لو سبناه مفتوح هتبقى البذره اللي طالعه مش تبع الصنف ده نهائيا، فيبقى فيه قرار وزاري بيطلع كل سنه من وزير المعالي وزير الزراعه بالتوزيع ده. كمان في حاجه ثانيه بيصدر في الفتره اللي فاتت مثلا من حوالي اسبوعين ثلاثه بيطلع برضه قانون قرار وزاري بمعالي وزير الزراعه بالمحالج، المحلج الفلاني في المنطقه الفلانيه هيعمل الصنف في كذا. طيب لو في محلج هيعمل صنفين يبقى هخلص صنف وبعد كده بجيب بعمل حاجه اسمها زي نظافه او تشطيبه، بنظف كويس ومش هو بس ينظف كده وخلاص، لا ده كمان بيظبط الدنيا وتيجي لجنه خبره من مركز البحوث ومن كذا اتجاه ومن التقاوم الفحص كذا جهه، بيجوا يشيكوا على المحلج قبل ما يبدا في ايه؟ في الحلج الصنف الثاني. وبعدين عندنا نوعين من القطن مش انواع يعني اصناف، يعني ده مزروع لايه؟ تجاري. ده مزروع ايه؟ اكسار. يعني انا عارف بالظبط والقانون القرار الوزاري موضح المركز الفلاني ده هاخد منه البذره. المركز الفلاني ده مش مشكله عادي ده تجاري يعني هاخده احلجه والبذره بتاعته تدخل بقى زيوت تدخل اعلاف مش مشكلتي. لكن ففي اكسار في قطن للاكسار عشان اخد منه البذره للزراعه الموسم القادم. طبعا ده بيبقى الكنترول عليه عالي جدا عشان البذره ما يحصلهاش خلط وتطلع بذره مختلفه تماما عن الصنف الاصلي. فالقطن ليه وضعه. القطن طويل التيله مرغوب جدا في العالم كله طبعا، وبعدين غالي جدا مصدر للدخل. يعني انا واحد يعني افضل ان القطن قبل ما يطلع اضيف عليه القيمه المضافه اللي هي ايه؟ ان بدل ما يطلع قطن شعر لا يطلع قماش نسيج، بدل ما يطلع نسيج يطلع قماش، بدل ما يطلع قماش ما يطلع متصنع. سبحان الله. فكل كل ما يزيد ما دي القيمه المضافه. انت حضرتك مثلا اخذت القطن وبعتيه هبيعه القطن بجنيه. طيب صنعناه وخليناه نسيج هبيعه بثلاثه مثلا يعني نسيج يعني. عملت قماش اخذت القماش ده عملته صنعته ملابس. نعم. انا استفدت، كان ممكن ابيعه بدولار ابيعه اصدره ب10. نعم. زي اللي بيبيع ويبقى المحور عندي المركز عندي انا بالظبط. هو زي بالظبط زي اللي طلع البترول يطلعه خام ايوه، ولا يخليه يبيعه على هيئه سولار وبنزين ومشتقاته. ايوه يفند الامور كده. هنا ده بدولار لما يفك البرميل هيبيعه ب10 دولار. فدي اللي يسموها القيمه المضافه. ليه انا طالع المنتج بتاعي منتج اولي؟ انا دي اولا هعمل افتح مصانع، هفتح اشغل عماله، هدخل عملة صعبة. بدل ما أبيع القطن بدولار أنا هبيعه ب10. فالسياسة دي بتزود الدخل القومي للبلد وبتصب فيه. طب دكتور محمد، بما إن إحنا زي حضرتك ما بتقول كده الأمور دقيقة جدا في التعامل مع محصول القطن، ومش بس في الزراعة ده كمان في المصانع بتاعة الحلج بتاعة الأقطان وما إلى ذلك، وفي متابعة دورية وأمور مش متسابة خالص، أمال الهزة اللي حصلت لهذا المحصول بما ان احنا ده احنا ملوك القطن في العالم. تمام. طب الكيرف ليه كان نازل؟ يعني ليه احنا نزلنا وهبطنا بهذه الصناعه؟ المشكله فين؟ بما اننا بنعامله بهذا الكم من الاعتناء والاهتمام، المشكله كانت فين او هي فين؟ يعني لو حضرتك شاور لنا عليها. لا هو ما فيش مشكله، ما فيش حد مقصر. بس هو يعني اي محصول عاوز عدة عوامل عشان ينجح. يعني ما اقدرش امسك في حد معين واقول هو ده العامل اللي وقع المحصول وهذا العامل هو اللي نجح المحصول. نعم. نحن لا نعمل بشكل منفرد. يعني مركز البحوث الزراعية انتج البذرة. مفيش مية، مفيش اسمدة، التقاوي وضعها مثلا ما وصلتش في الميعاد المناسب، ما تمش اعدادها في الميعاد المناسب. كل ده هيأثر. يعني مش عايزين نقول الفلاح ممتاز، التقاوي ما جهزتش. يعني القصه قصه الزراعه هو عباره عن ملحمه عمل يشترك فيها الجميع، يشترك فيها المسؤول،
يشترك فيها المهندس بتاع الحوض، يشترك فيها مدير وكيل الوزاره، يشترك فيها الفلاح اللي هو صاحب الارض او صاحب المزرعه، يشترك فيها العالم بتاع مركز البحوث انه يجهز لي البذره، يشترك فيها المعد للبذره. وبعدين العمليه مش بالسهوله دي. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا ثلاث افراد بيشتغلوا في التقاوي. صاحب التقاوي اللي هو المالك الرئيسي للمحصول اللي هو علماء مركز البحوث. الصنف ده هم اللي طلعوه، هو ده المالك للصنف، هو حد احنا بيسمونا مربي قمح، مربي فول، مربي ذره، اسمنا مربيين عشان احنا بنربيه على ايدينا. ده جهه. الجهه الثانيه اللي هي الاداره المركزيه لانتاج التقاوي، بتاخد التقاوي دي وهي بشغلها بتعمل اكسار وغربله ويعني بتظبط هذا الصنف في صورته ايه اللي تقدمه للمزارع. دي شغلتها. يعني يبقى عندنا عالم وعندنا جهه منتجه، سايبين العمليه كده؟ لا، ده في اداره تاني اسمها اداره فحص واعتماد التقاوي. يعني ايه؟ تيجي تراقب على الشغل اللي عندي وتراقب على الشغل بتاع الاداره، فبيبقى دي كنترول، وهي اللي يعني منوطه بشغل المراقبه ان الامور ماشيه حسب الضبط والامور منضبطه. فهنا تبقى ايه؟ يبقى احنا عندنا مش انا بقى صاحب الصنف وانا اللي براقب وانا اللي بانتج، لا، العمليه ما بتبقاش كده. نعم، ثلاث جهات بيتحكموا في عمليه واحده بس وهي انتاج التقاوي. التوصيات، علماء مركز البحوث بيطلعوا التوصيات. وقفت الموضوع على كده؟ لا، ده احنا عندنا قطاع الارشاد بياخد المعلومه من العالم يوصلها للمزارع، وده شغلته، دي حكمته، دي زي ما تقول خبرته. طيب الحلقه الثالثه مين؟ المزارع اخد المعلومه. بننزل العلماء بينزلوا في كل حته برضه في تواصل مع المزارع، لكن انا كراجل عالم او كاستاذ في مركز بحوث مش هبقى 24 ساعة ملامس للفلاح وقاعد معاه. مين اللي قاعد معاه؟ المهندس بتاع الحوض اللي هو من قريته وساكن جنبه وممكن يبقى فلاح زيه وعنده أرض زيه، فهو وشغله في نفس المكان، فطول اليوم صباح الخير صباح النور، بيحضر له هنا، بيقعد معاه آخر النهار، بيقعد معاه في المزرعة، بيقعد معاه في الجمعية، بيقعد معاه في الإدارة. فده تواصل مستمر. تواصل مستمر. نعم. فالمنظومة ما لا تقف على واحد. المنظومة عدد من الجهات المختلفة بيطلعوا بعمل ناجح إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طب السعر المعلن يا فندم لمحصول الأرز ذات نفسه، حضرتك شايفه إزاي؟ يعني هل هو أو كمان أصداؤه عند الفلاحين، يعني مرضي بالنسبة لهم؟ الأمور عاملة إزاي؟ هو يعني مشكله السعر ان بتدخل فيه كذا جهات تتحدي لتحديده، لا تنفرد به وزاره الزراعه فقط، لان وزاره الزراعه لو انفردت به هيبقى عينها على الفلاح عايزه ترضيه بس. لكن هي يعني مجموعه وزارات، التموين والزراعه وبعض الجهات الاخرى برضو بتدخل في الموضوع لحسابات يعني كثيره جدا. لكن هو في الغالب بيبقى مرضي للمزارع واقتصاد المزارع، لان احنا برضو بيهمنا ان هو ايه يستمر، لان المزارع ده اولا ده ابويا واخويا وعمي وانا ممكن عندي مزرعه، واد عمي. المزارع ده لما يدخله داخل اخر الموسم بيعلم ابنه، بيجوز بنته، يجوز ابنه، بيبني بيت، يعني بيشتري اساس اكله وشربه وحاجته. فلازم المزارع عشان يستمر قاعد في الارض لازم يبقى ايه قادر يعيش. لو ما قدرش يعيش من هذه الارض هيقفل الدكان وهيشوف له صناعه ثانيه. هي بنفس فاحنا عايزينه ينجح عشان يستمر في الوظيفه العظيمه دي. طيب دلوقتي لو جينا اتنقلنا بقى على جزئيه الشكاوى، يعني كان في يعني مجموعه من الناس اشتكوا بان المخصص بتاع الاسمده ما وصلهمش، بعض الجمعيات ما وصلهاش ايضا كمان يعني جزئيه من الاسمده. في هذا الاطار يعني كيف يتم التعامل مع مشكلات زي دي؟ والتصدي بيكون ازاي في ظل ان احنا بنتكلم عن ان في هناك لجان مروريه
بتبقى بحالة دورية في عملية رصد المشاكل وتوفير حلول مناسبة لكل منطقة على حسب طبعا مشكلتها. تمام يا فندم. هو احنا في الأول موضوع الأسمدة مرتبط بالمحاصيل، بمعنى ان انا بشوف المحاصيل تزرع في الشتاء والمحاصيل تزرع في الصيف، مساحتها قد ايه، احتياجاتها قد ايه، بوزعها على بوزع اعرف المحافظات كلها عايزه ايه في الشتاء، بوزعه على الشهور، لان انا بسحب من المصنع يومي. يعني كل يوم بقى عارف نفسي هسحب من المصنع كام، مثلا 1000 طن، مثلا المصنع ده هسحب منه 1000، المصنع ده هسحب منه 2000 طن في اليوم. فدي كل يوم بسحب، بعمل عداله في التوزيع. يعني مثلا محافظه ليها مثلا 100000 طن ومحافظه ليها 50، دي هبعت لها جرارين ودي هبعت لها جرار، ما يعني دي يبقى في عداله. بوزع بنسب عادله قدر ما استطيع. الدروبات او الانخفاضات والمشاكل بتحصل فين؟ بتحصل لما يحصل لا قدر الله عطل في مصنع، شيء خارج اراده المصنع نفسه وخارج ارادتي. عطل المصنع، مصنع لازم يبقى كل سنه ليه عمره، برضه ما اقدرش اقول له لا طب زودني في الايام الثانيه، ما هو عنده طاقه انتاجيه ما اقدرش ازيد عنها. برضه لا نعفي المصانع، ان هي المنظومه زي ما احنا قلنا من شويه على التقاوي مثلا، المنظومه متكامله. يعني المصنع اللي بيسحب منه، اللي بيوزع على المحافظات، اللي بيوزع داخل المحافظه على الجمعيات. في جمعيات تاخد 10 جرار، وفي جمعيه جرارين يكفوها. فيبقى في عداله في التوزيع. الحاجه الثانيه الاصناف، مثلا القمح مثلا، فيه مثلا في الصيف مثلا في ذره، ففي قصب مثلا بياخد كميات، طبعا القصب في محافظات الجنوب بياخد 16 شكاره اسمده، في المنيا واسيوط مثلا بياخد 8 مثلا، ففده القصب هناك بياخد مثلا الضعف، لان ده قصب بيروح للمصانع بيطلع منه سكر، والتاني قصب بتاع عصارات وبتاع. فبيختلف في الايه الوضع. الدروبات، لكن المشاكل والانخفاضات لما بتحصل بيبقى المتابعه هنا الدقيقه. يعني جت شكوى في خلال 24 ساعه، تعليمات واضحه وصريحه من معالي وزير الزراعه والقيادات في الوزاره بسرعه الايه. يعني لو في جمعيه ما فيهاش اسمده وتم المتابعه، تم الرصد، بيتم توجيه الجرارات عليها، لان احنا عندنا مخازن في الجمعيه، عندنا مصانع بتضخ، عندنا جرارات. اللي طلع من المصنع ده على ما يوصل للجمعيه بتاعت اسوان دي بياخد مثلا كذا يوم مثلا في السفر. فعندي جرارات في، يعني انا عندي ثلاث عربيات بتحمل وعربيات بتفضي وعربيات على الطريق. فالعمليه مش بالسهوله دي، يعني منظومه معقده. لولا بس يعني ان في غرف متابعه وفيه قيادات ما بتنامش بما يرضي الله، ما بتنامش. وبعدين في تواصل، سواء الشكوى تجينا من المزارع، من الاداره، يعني من جهه تابعه لينا، او من مواطن، او مثلا من اعلامي موجود. كل دي منظومه واحده، كلنا الهدف من التوصيل المعلومه ان حتى ان احنا نوجه الاسمده للاماكن اللي محتاجاها في الوقت المناسب. يعني لا قيمه الاسمده لزراعه الشامي اللي بتحصل دلوقتي. الرز ليس له قيمه دلوقتي، خلاص الرز خلص، الفدان اخذ او ما اخذش خلص، فلازم اوفر له السماد بتاعه في المرحله العمريه التي يحتاجها، والا لن يفيد الاسمده هذا المحصول. المنظومه الحمد لله الكام سنة اللي فاتوا، السنتين اللي فاتوا ماشية كويس، أخد عناية كويسة. لا نغفل إن في مشاكل، لا نغفل إن في بعض الاختناقات، لكن وجود متابعة، وجود توجيهات، وجود تعليمات صريحة من معالي وزير الزراعة، معالي النائب، معالي رؤساء القطاعات، بإن احنا نتابع متابعة يومية وعلى مدار الساعة بما يرضي الله، وبنتلقى أي شكاوي وبنحلها في خلال 24 ساعة. يعني أي حاجة بتظهر بنحلها على طول. فيه اختناق في حتة معينة بنكثف عليه، في مشكلة في الصعيد في محافظة معينة بنوجه كل المصانع ليها
مدة أسبوع أو أسبوعين نرفع مثلا محصول القصب عاوز، محصول البنجر هيبدأ يعود بالراحة الحال دي. وعندنا لجنة تنسيقية للأسمدة بتجتمع كل أسبوع، لو اضطر الامر تجتمع مرتين في الاسبوع مع عدم وجود اجتماعها عشان ناخذ راي جماعي. نعم. لكن في عدم وجود في عدم اجتماعها في الايام العاديه اللي هي مش مجتمع بيها، في تواصل بيننا وبين اعضاء اللجنه، في تواصل بيننا وبين رئيس اللجنه، في تواصل بيننا وبين المحافظات. يعني ما بتبقاش الامور يعني لازم اللجنه تجتمع عشان ناخذ قرار، لا. في حياه معروفه، في حياه مسموح بيها، في متابعه يوميه، في توجيهات، في تعليمات، الامور تحت السيطره ان شاء الله. والزراعه المصريه يعني دي أمانة في أرقابنا يعني. كل هذه الأمور تحتاج إلى سيطرة زي حضرتك ما قلت كده، والسيطرة على مثل هذه المشاكل شيء يعني مش صعب، لا يعني المشاكل الحمد لله بتحل في وقت قصير جدا، لكن هناك مشاكل بتبقى أعمق شوية وحلها بيحتاج لأنواع كده من القوة، زي التعدي على الأراضي الزراعية بقى. دي من المشاكل الأعمق وحلها بياخد وقت او اطار زمني اكبر. تمام. وايضا كمان بياخد شكل اقوى لانه في تصدي بالفعل للنقل، حد اخذ حق مش حقه. تمام. ففي هذا الاطار ايه الجديد في الملف ده والامور ماشيه ازاي يا دكتور؟ القوانين تم سنها، وفي قوانين رادعه، غرامات بالملايين، وفي سجن، وفي القانون صريح وواضح في حمايه الاراضي اللي تم تعديله اخيرا وتم تنفيذه. ولكن احنا عايزين نقول حاجه. نعم. مش معنى ان فدان الارض ده ملكي ملكي، يعني دي ارضي. سواء ورثها سواء مشتريها. الارض الزراعيه ليها نظام معين. يعني انت حضرتك اشتريتي عماره، اشتريتي قصر، ده بتاعك انت حره فيه. لكن اشتريتي فدان ارض، لا، وملكك من حيث الملكيه، حيث انه بتاعك تبيعيه، لكن تبنيها تبني عليه. طب احنا ناكل ايه؟ ملكيه في حدود، ملكيه في حدود استخدام، في حدود استخدامه. استخدام، غير استخدامه مش من ملك. العربيه دي نقل. وملك حضرتك بس. تستخدم للنقل. تستخدم لنقل البضائع، تستخدم لنقل عسر خصيها خاصه ملكها الخصيه. فالارض الزراعيه هي ملك الافراد. وفي لكن الارض دي ما نقدرش نقول انت براحتك فيها، مش هنلاقي حاجه ناكلها. نعم. يعني احنا لازم نصحى الصبح نفطر، عايزين نتغدى، عايزين ناكل، هناكل ايه؟ لازم في منتج. وكل ما الارض الزراعيه حافظنا عليها وزودنا المساحه، يعني احنا عندنا دلوقتي سياسه الدوله في ان في 1.5 مليون فدان، في مساحات بتزيد. طبعا مش هننكر الاراضي المستصلحه حديثا عشان الناس تبقى واعيه وعارفه الدنيا الى ايه، غير الارض القديمه. الأرض القديمة خلاص، أرض تزرعيها تطلع إنتاج، وإنتاج عالي جدا، كمان بزرعة في الميعاد المناسب، بكمية المية المناسبة، بالأسمدة موجودة متوفرة، البذرة معتمدة وبذرة منتقاة، التوصيات موجودة، كل ده ما فيش مشكلة في الأرض القديمة. لكن الأرض الجديدة فيها حاجة اسمها استصلاح، يعني أنا لازم أخذ فترة زمنية ما بين 2 لـ5، ما توقعش إن أخذ من الأرض حاجة. عشان اقول لحضرتك مثلا ان انا هستصلح في المنطقه الفلانيه، خاصه في الصحراء، استصلح ارض، يبقى انا هروح ازرعها النهارده، ازرعها ان ادخل على الموسم الشتوي، ازرعها قمح، متوقع انها تجيب ال 20 و25 و30 اللي بيقول عليه الجماعه بتاع مركز البحوث، زمايلنا حبايبنا في مركز البحوث. لا يا فندم، الكلام ده في الارض القديمه، ده انا بدخل فيها سنه واثنين وموسم واثنين، وبزرع في محاصيل زي القمح والشعير، زي البرسيم الحجازي، ازرع برسيم واقلبه في ازرع محصول، واجيب المحرات واقلبه في الارض، ازود لها ماده عضويه عن طريق الاسمده العضويه، عن طريق الكومبوست، عن طريق ان انا ازرع محصول وقبل ما يتم اكتماله اجيب الجرارات والمحاريس واقلبه في الارض. انا ببني تربه، تربه صحراويه، تربه جديده، الاراضي الجديده دي تربه غير مخلقة ومهيئة للزراعة المحصول. أنا بزرعها سنة واثنين، ممكن أزرعها المحصول يموت، ما فيش مشكلة. يعني مش عيب، لا عيب بذرة ولا عيب الراجل اللي وقف على البتاعة دي. ده لازم تاخد فترة زمنية يتم استصلاح الأرض. يعني إيه؟ يتم بناء الأرض وبناء القوام، اسمه حتى بيقول إيه؟ بناء التربة، زي ما أبني عمارة، أبني مصنع،
بزرع وقلب المحصول، بجيب مواد زي الكمبوست والمخلفات بتاعت الرواس البهايم والحاجات اللي موجوده في الاسطبلات واضيفها، بزود ماده عضويه في التربه. ماده عضويه دي لها فوائد جامه، فوائد كثيره، بتساعد على تلاحم الحبيبات، بتساعد على تهويه التربه وزياده المحتوى الحيوي. يعني عندي كائنات زي كانت الحياة الدقيقة الموجودة في التربة دي مهمة جدا، بتحول الأزوت الموجود في المحصول اللي أنا قلبته تحوله لصالح من غير ميسر لميسر، خليه صالح للاستخدام، بتعمل لي تهوية. نعم. طب دكتور محمد، يمكن ده آخر حاجة، هو كده بعد ما أنا هيأت التربة اللي هي الصحراوية اللي أنا بستصلحها وأنتجت بعد كده وإدتني بعد 5 سنين مثلا، بتبقى بعد كده في جودة الأرض القديمة؟ يعني بتبقى يعني بمرور الزمن هتبقى معطاءة زي الأرض القديمة؟ هو بالنسبة هي هتم رفع كفاءتها، وسنة ورا سنة هتبقى قوامها كويس، ومدى العبوية زادت. بس ما هي الأرض القديمة في مصر بالذات، خاصة في مصر، فيها طمي النيل. وده بقى يفرق. دي يفرق. لكن هي هتوصل لمرحلة يعني ودليل زي يعني أنا خاصة كان لي عظيم الشرف ان انا اروح ازرع برنامج القمح في شرق الوينات، وزرعته في درب الأربعين، وزرعته في الفرافرة، وزرعته في الواحات الوادي الجديد كله، كنت مشرف عليه كاملة. فأنا متربي في بيئة صحراوية، عايش في بيئة صحراوية، كنت بجرب الأصناف بتاع قسم القمح في الأراضي الصحراوية في المنطقة الجديدة. تمام. العوينات تتفوق على أرض العوينات وأرض الصحراوية، تتفوق على الأراضي في وادي النيل، يوصل ممكن يوصل 27 أردب للفدان. أرض مستوية، أرض صفراء، الأرض ما فيهاش أي مشكلة، ما فيهاش ملوحة، المية مية تعتبر اللي طالعة بتشرب منها المية معدنية. يعني الاستثمار في هذه الأراضي استثمار مجدي وشيء مبشر، ونتوقع إن شاء الله أن يكون لدينا أراضي زراعية على مساحات شاسعة يعني تباهي أو تضاهي يعني الأراضي القديمة اللي عندنا. يعني نعتبر أن احنا عندنا كنز لم يستغل إلى الآن، ولكننا أخذين الآن في الإبحار نحو الصحراء وتخضير الصحراء. طبعا إن شاء الله احنا عندنا عشان نزود المحصول نزود حاجتين، نزود الأرض ونزحت الأرضية، نزيد في المساحة زي سياسة الدولة بمليون ونصف فدان. نعم. ونزود في إنتاجية الأرض. الأصناف الأصناف الحديثة، زراعة الصنف الحديث بيرفع الإنتاجية، بدل ما يجيب مثلا الفلاح 10 أراضي بقمح يجيب 25 يجيب 30. إيه المشكلة؟ وده دور حضراتكم. لا وجاهزة اللي أنتم مش مقصرين فيه أساسا. الأصناف موجودة وجاهزة. نعم. تمام يا فندم. يا فندم أنا بشكر حضرتك جدا، دكتور محمد يوسف الأستاذ بمركز البحوث، أستاذ قسم المحاصيل محاصيل القمح بمعهد المحاصيل، وأيضا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة. نورتنا وشرفتنا وأفدتنا كثيرا دكتور محمد، شكرا يا فندم لحضرتك. شكرا يا فندم، أهلا وسهلا. ميرسي يا فندم. بعد كده مشاهدينا الكرام انتظرونا فاصل قصير، وهنتكلم عن نقابات الفلاحين وعيد الفلاح، وحديث أيضا كمان بإذن الله يكون مفيد ويفيدكم كمان جميعا كل مشاهدينا الكرام.